بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أقدم لك نفسي، اسمي العياد محمد، المدير التقني لجمعية الأمل للكيك بوكسينغ بشفشاون، وكنب حاليا على جميع الحضور الكريم أساتذة ديالنا ديال اللي كيمثلوا عدة جمعيات بالشمال. الموضوع اللي بغينا نطرقوا له اليوم ان شاء الله بحول الله على خاص على السيد ديال الرئيس عصبه الشمال المسمى بمصطفى الغنم، اللي بكل صراحه في الراي انا ديالي انا غير مؤهل باش يكون رئيس عصبه. اولا لان رئيس عصبه كيكون عنده درايات بالجميع بالعديد من المسائل اللي كديك الصالح ديال الشباب والرياضه. اولا يشوف في صالح ديال الشباب، اطفال اللي هما بزاف ديال الاطفال اللي هما كيعانوا حاليا لا في البطولات ولا في الانديه ولا في هذا، كذلك الجمعيات اللي تيقمعهم في الحقوق ديالهم في المباريات، في بعض الجمعيات اللي هذه واحد العديد يعني سنوات اللي كيبغيو يلتحقوا بالجامعه باش ينخرطوا في الجامعه هو كيقمعهم. علاش؟ لانه هو كحد ذاته الهدف ديالو مادي، خصو اي حاجه بغيت تقوم بها او بغات تقوم بها جمعيه الا وخصو يؤدي واحد الواجب، وهذا راه ماشي في القانون ديال الجامعه. حنا تنعرفوا الحمد لله الجامعه لها كفاءه ولها بطولات ولها القاب ولها الى اخره، والناس الجامعه كلهم الله عمر سلعه وتنعرفوهم مزيان وتيعرفونا. اما بالنسبه للسيد الغنام يعني بكل صراحه كنا كنتعاملوا معاه اليد في اليد باش نزيدوا القدام ونمشوا بعيد في المجال ديال الرياضه ديالنا حنا، سواء على الصعيد الجهه او على الصعيد الوطني. ولكن بكل صراحه يعني شفناه ما بغيناش، ما عرفتش علاش، وتيحرمنا بعدات ديال بزاف ديال المسائل ديالنا حنايا، وكيضغط علينا كثير. من بينها انا دائما اي بطوله كتنظم في الشاون سواء كانت على الصعيد الجهه او على الوطني، عاد عبد الضعيف هو اللي تيتكلف بجميع المسائل ديال القاعه، من الريزرفاسيون ديال القاعه، من الطلبات ديال رئيس المجلس البلدي، من الدعوه ديال رؤساء المصالح ديال المدينه كاملين، بالمصاريف ديال الصونو، بالمصاريف ديال النظافه، بالسيكيورتي يعني كنخلصوا من جيبي، ومع ذلك حتى شي واحد يعني ما شفت ما راه عن هذا الجميل. وكيزيد يختمها بانه العيادي منافق، انا عمري ما نافقته، بالعكس انا كنت كنرحب به دائما بالاكل ديالو بالاوتيل ديالو، وعمره ما بقى مخصوص في مدينه شفشاون. ولكن انا باش كنتفاجئ بهذا السوء ديال المعامله والسوء اللي كان باش كيسوءني انا بالمنافق، هذا عار على واحد الانسان باش يكون في هذا المستوى ويهضر بالطريقه هذه. ولهذا احنا من كنناضلوا وكنشدوا الجامعه وعلى راسها السيد رئيس الجامعه المحترم سي عبد الكريم الهلالي باش يشوف واحد الحل في اقرب وقت ممكن، لان راه جمعيه ماشي 10 او 4 او 5، راه واحد الجمعيه واحد العدد كبير، وراه ماشي في الصالح ديال الجامعه اولا، وماشي في الصالح ديال الرياضه الوطنيه بالخصوص رياضه الكيك بوكسينغ في الكونتاك الى اخره، ولكن احنا خصنا نشوفوا من الصالح ديال الرياضه بصفه عامه، وبالناحيه ديال الشباب اللي هو راهم راجعين للور بواحد السرعه فائقه. بكل صراحه خصو ينعزل، لان ما موقيتش بهذا المنصب بكل صراحه، وما مكونش يعني اخلاق، ما مكونش اخلاقيا، لان الانسان اول شيء خصو يكون اخلاقي، خصو يكون تيعرف يهضر، ما يسبش بواحد الطريقه عشوائيه وبواحد الطريقه ما يقدرش يسمع الانسان، وهذا عار وعيب على رئيس العصبه باش يتكلم في الجمعيات وفي المدربين بهذا، وحنا عندنا الدليل القاطع مصور ومسجل بهذا المعنى. الطلب ديالنا حنا كنطلبوا بانه حنا مستحيل باش نضمون عند الغنم سواء نبقى ولا ما بقاش. حنا كنناشدوا الرئيس ديال الجامعه باش ما نبقاوش باش ما نتمطلوش على 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 البطولات والدوريات والدراري ما يضيعوناش في الامتحانات ديالهم وفي السطاجات، خصنا نديروا يدير معنا واحد الحل، اما ينعزل
يحيد الغنم ويشوفوا هما يشوفوا الرئيس ولا حنا نديروا الرئيس راسنا واما نبقاو خدامين حنا نخدموا راسنا حرين. هذا هو الطالب ديالنا، ما يمكنليش نبقاو جالسين. الدري خصهم راهم مشرفين على الحزام الاسود، المشرفين على الحزام البنيه، كاين الدراري اللي هما انطلقوا في بطوله المغرب وغادي يحبسوا مثلا واحد المده ما يمكنش غادي يمشيو، يعني حنا غنضيعوا والرياضه غتضيع والشباب غيضيعوا بعصبه الشمال كامله.